للمزيد رحب بضيفي من واشنطن مدير المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات الدكتور خليل جهشان. دكتور خليل، أهلا بك. بداية، جولة ثانية لأنتوني بلينكين وزير الخارجية، برأيك هذه المرة ماذا سيكون في جعبته؟ ماذا سيحمل من تصورات أفكار؟ حسب ما سمعناه من وزير الخارجية، لا أعتقد أنه يحمل بأشياء جديدة. يعني أثار اليوم قبل مغادرته واشنطن بأنه بالأساس سيسعى إلى استمرار الحديث مع الأطراف المعنية في المنطقة، خصوصا مع الطرف الإسرائيلي، بالنسبة لما أسماه بمجريات المعركة أو مجريات الأمور على أرض المعركة في غزة. أكد بأنه سيثير موضوع حماية المدنيين واتخاذ خطوات إضافية، وهذا يعتمد ما يعنيه بإضافية، يعني هل بالفعل لديه لائحة من الخطوات التي سيحاول أن يقنع أو يفرض على إسرائيل بأن تتبناها بهذا الخصوص، لأنه من الواضح أن هناك بعض الفروقات ولو كانت بسيطة بين الطرفين بهذا الخصوص. وأضاف أيضا التأكيد من جديد على عدم السماح لتوسيع أرضية أو حلبة المعركة في المنطقة، الطلب من جميع الأطراف بتسهيلات مستمرة لإدخال المساعدات الإنسانية، وطبعا الاستمرار في إخلاء المواطنين الأجانب الذين بدأوا في الخروج من غزة، وأيضا الحديث عن المخطوفين أو المحتجزين. إذا لا نتوقع دكتور خليل ضغطا أمريكيا خلال هذه الزيارة على إسرائيل كي توقف ولو مؤقتا أو أن تشرع في هدنة إنسانية لساعات في قطاع غزة؟ أعتقد أن هذا وارد. يعني إذا أردنا أن ننظر إلى التغيير ولو بسيط جدا في الموقف الأمريكي، الموقف الأمريكي حتى اليوم كان يرفض وقف إطلاق النار ويصر على إعطاء إسرائيل كامل الفرصة لتحقيق أهدافها، حتى لو شملت هذه الأهداف مذابح ضد القانون الدولي. ولكن اليوم بدأنا نسمع حتى من الرئيس نفسه شخصيا بعض التلميح على ليس وقف إطلاق نار، إنما هدنة مؤقتة لتسهيل عملية إدخال المواد الحيوية. فلن أستغرب إذا ما قام بالفعل في بحث الموضوع مع الطرف الإسرائيلي، وربما الخروج ببعض الوعود بهذا الخصوص. نعم. طب دكتور خليل، يعني لا شك أنك تتابع أيضا ما يخرج من واشنطن من تصريحات سواء على لسان أنتوني بلينكين أو ربما بعض المراكز البحثية التي باتت تتحدث بوضوح أو تطرح أسئلة واستفسارات حول مستقبل القطاع. بكل وضوح، يعني هذا الموضوع في الواقع بدأ الآن يظهر على أعلى سلم أولويات الحديث كما تفضلت، حتى داخل الإدارة وخارج الإدارة في بعض مراكز البحوث المؤثرة هنا في واشنطن. وأعتقد أن في آخر تصريح له قبل صعوده إلى الطائرة، ذكر وزير الخارجية بأنه سيحاول أيضا أن يثير موضوع فيما بعد انتهاء القتال مع الأطراف، مع الطرف الإسرائيلي، وما أسماه بالمرحلة الدبلوماسية أو مرحلة الحلول السياسية. فالإدارة ما زالت تلوح بذلك، وخصوصا في حديثها مع المسؤولين في الدول العربية الحليفة، يعني في المكالمات الهاتفية ما بين الرئيس وبين بعض القيادات العربية أثير هذا الموضوع، طبعا بإلحاح من الطرف العربي، وتجاوب المسؤولون الأمريكيون معه بأنهم جاهزين للبدء في بحث هذا الموضوع، لأنه بصراحة لتفادي مثل هذه الأزمة في المستقبل يجب أن يكون هناك تفكير في الوضع السياسي في غزة. ولكن عندما ننظر إلى بعض التفاصيل، هناك بعض التفاصيل المحدودة جدا التي تسربت إلى وسائل الإعلام وإلى بعض مراكز الأبحاث بالنسبة لهذا الموضوع. يعني في البداية كان الموقف الأمريكي يقبل بفكرة مثلا تهجير
على الأقل نصف سكان غزة ولو مؤقتا كما كانوا يقولون. ولكن عندما أثير موضوع العودة، يعني هل سيتم خلافا لما حدث تاريخيا في المنطقة 67-48، هل سيتم السماح لهؤلاء اللاجئين بأن يرجعوا؟ بدأ الموقف الأمريكي نوعا ما يتراجع، والآن بسبب ضغوط أيضا من الأردن، من مصر ومن أطراف أخرى، يبدو لي أن الإدارة نوعا ما تراجعت عن هذا الموضوع، ولكن من الممكن أن تعود إليه فيما أصر الطرف الإسرائيلي على ذلك وجعله ربما المحك الأساسي لأي عملية تفاوضية قد تتلو هذه الحرب في غزة. طيب، أيضا في هذا الإطار كانت هناك جلسة استماع لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين. من بين الأمور التي طرحت وذكرت عندما قال إن الأمر الأكثر منطقية هو أن تتولى سلطة فلسطينية فعالة ومعاد تنشيطها مسؤولية الحكم في نهاية المطاف، لأن الهدف الإسرائيلي من هذه العملية، من هذا العدوان، من هذه الحرب هو القضاء على حماس، تقويض حكم حماس في قطاع غزة. والجانب الأمريكي يفكر ما بعد القضاء على حركة حماس، لا ينصح الجانب الإسرائيلي بإعادة الاحتلال للقطاع. هل التصور الأمريكي يذهب باتجاه السلطة الفلسطينية أو إنشاء ربما إدارة أمنية مؤقتة لحين معرفة كيف ستذهب الأمور باتجاه أن تتسلم السلطة الإدارة؟ نحن نتكلم حول تفاصيل أزمة استمرت لأكثر من 3 أسابيع. الموقف الأمريكي تغير مثل الطقس في لندن على الأقل 10 مرات منذ بداية هذه الأزمة، وخصوصا بالنسبة لهذا الموضوع. يعني ما زال المسؤولون في الإدارة وفي الاجتماعات التي شاركت فيها شخصيا أصروا على هذا الموضوع، أنه لا يمكن مطالبة إسرائيل بوقف إطلاق نار حاليا أو حتى الآن، لأن ذلك سيعيدنا إلى نقطة الصفر، سيعيدنا إلى الوضع الراهن في 6 أكتوبر. يعني حماس ستبقى هي من يحكم غزة، وهذا مستحيل إسرائيليا وغير مقبول أمريكيا. فلذلك يعني هذا التمسك بهذا الموقف ما زال قائم، بالرغم من بعض الليونة في كيفية وصفه والتعامل معه حاليا. ولكن هذا التغيير ليس بتغيير جذري. الآن يتكلمون، طبعا تكلموا عن البديل وأثاروا اسم السلطة عدة مرات في هذه اللقاءات التي تمت في الماضي، ولكن بسبب المعارضة من بعض الإسرائيليين، بعض الأطراف في الحكومة الإسرائيلية لا ترغب في ذلك، وبعض أيضا المسؤولين داخل الإدارة مقتنع بهذه الفكرة والبعض الآخر غير مقتنع فيها. فإذا هناك انقسام حتى داخل الإدارة. يبدو لي أن الحديث الآن، يعني آخر الأخبار بالنسبة لموقف الولايات المتحدة من هذا الموضوع، هي أن الاقتراح الذي ربما جاء من مصادر عسكرية أمريكية، وهو أن يتم تقليد ما تم إقامته في نهاية الاحتلال الأمريكي للعراق، حكومة provisional government، حكومة مؤقتة تشبه روابط القرى التي شاهدناها في فترة تاريخية سابقة من القضية الفلسطينية، تعيين أناس بالإمكان من وجهة نظر إسرائيلية وأمريكية التعامل معهم من سكان غزة كي يشاركوا في مثل هذه الحكومة المؤقتة. طيب، تعتقد دكتور خليل أن السلطة الفلسطينية ستقبل بإدارة شؤون غزة دون حل شامل أو دون حل يشمل الضفة الغربية؟ سياسيا لا أعتقد ذلك. يعني في خبرتي في خلال أكثر من 50 عام من العمل السياسي، لم ألتقي أبدا بسياسي يرغب في الانتحار سياسيا أو في التنازل عن مهمته. فلا أتوقع من السلطة الفلسطينية أن تتنازل عن ذلك. ستطالب بأكبر قصد ممكن من الدور في تقرير أو في المشاركة في أي قرار يهم مستقبل غزة ومستقبل القضية الفلسطينية، لأننا لا يمكن أن نفصل بين الاثنين، بين مستقبل غزة كقطاع ومستقبل الضفة ومستقبل القضية الفلسطينية ككل.
ولكن الطرف الفلسطيني ما زال في هذه المعادلة هو ربما الطرف الأضعف أو الحلقة الأضعف في هذه السلسلة، فيمكن الضغط عليهم أمريكيا، إسرائيليا، أوروبيا، عربيا للقبول بأقل من ذلك كما شاهدنا في الماضي. يعني مسألة تخفيض سقف المطالب الفلسطينية هو جزء لا يتجزأ من 75 سنة من التاريخ الفلسطيني، وهذه هي مأساة الشعب الفلسطيني وقضية فلسطين. كل مرحلة من هذه المراحل بعد كل حرب من الحروب يتم تخفيض أو خفض هذا السقف من المطالب، ولم يبقى أي شيء يذكر من القضية الفلسطينية اليوم. فلا أدري إذا كان بإمكان الطرف الفلسطيني بالفعل أن يكون طرف يعني مقرر في مثل هذه المواضيع أم لا. نعم. طيب دكتور خليل، يعني أستفيد أكثر من وجودك لطرح المزيد من الأسئلة. تعتقد بالنسبة للإدارة الأمريكية، وهي مسألة وقت، أن أيام بنيامين نتنياهو سياسيا انتهت، الإدارة الأمريكية لن تكون قادرة على التعامل مع بنيامين نتنياهو أيا كانت نتائج هذه الحرب؟ بصراحة طارق، هذه الإدارة لم تكن جاهزة للتعامل مع نتنياهو منذ اليوم الأول إلى وصولها للبيت الأبيض. يعني ليس هناك علاقة ودية بين بايدن ونتنياهو منذ سنين طويلة، حتى عندما كان قبل أن يصل نتنياهو إلى مركز أو منصب رئيس الوزراء. ولكن في نفس الوقت يعني هنا يكمن التناقض في الموقف الأمريكي. بغض النظر عن هذه العلاقة السيئة وعدم وجود أي ثقة بشخصية نتنياهو وخصوصا شركائه الذين يزاودون عليه تطرفا في هذه الحكومة، بالرغم من كل ذلك ذهب بايدن أو أقنع نفسه بأنه عليه أن يذهب إلى إسرائيل وأن يقبل نتنياهو ويعطيه ما يريد في هذه الأزمة من وقت ومن أسلحة ومن دعم معنوي ومادي للاستمرار في هذه المذابح التي يقوم فيها. في نفس الوقت يشير داخليا وحتى شبه علنا لبعض المجموعات التي يتحدث إليها خصوصا في الجالية اليهودية إلى أنه مقتنع الآن أن حان الأوان لنتنياهو بأن يغادر مهمته، لأنه لم يعد يعني يخدم في الواقع مصلحة إسرائيل بالشكل المطلوب. وكأن التلميح هنا وكأن بايدن مخلص للفكر الصهيوني ولمصالح إسرائيل أكثر من نتنياهو. إضافة إلى ذلك عمليا يعني لم يتم الحديث عن الكثير من هذه المواضيع. انظر إلى اللقاءات التي جرت خصوصا منذ بداية هذه الأزمة وقبلها بقليل أيضا مع بعض المسؤولين الذين الآن هم في غرفة العمليات في غرفة الحرب في إسرائيل. ماذا تم الحديث معهم؟ تم الحديث معهم حول ضعف نتنياهو وضرورة استبداله. فإذا يعني الموضوع قائم وهناك حديث حول هذا الموضوع، ولكن لا تنسى بأن نتنياهو في الماضي في الواقع نجح في البقاء في الحكم بالرغم من أنه مر في مثل هذه الأزمات. فيعني نتنياهو ليس مثله مثل سائر البشر، لحم ودم، هو نصف المواد المصنوع منها هي تيفلان، يعني لا يلتصق به أي شيء. لكن ربما قد تكون هذه المرة الضربة القاضية دكتور خليل، لا نعلم. أنا يأمل الكثيرون بذلك، يأمل الكثيرون بذلك، ومنهم حتى الكثير من الإسرائيليين والذين كانوا مقربين منه في الماضي. أنا أشكرك من واشنطن مدير المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات الدكتور خليل جهشان، شكرا لك دكتور.